السلام عليكم جميعا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا طيبين ومبسوطين وباللي جاي وبكره في المستقبل يا رب متفائلين. الشيء الطبيعي انه نحن كلنا بنحب نفسنا وبنحب بريها الخير، بنتمنى دائما اللي يروحنا الافضل، لكن كيف الكلام ده لو كان بيتعلق بطرف اخر؟ هل نحن كمان شايفين انه بنحب للناس اللي حوالينا، لاصحابنا وللناس القريبين مننا، حتى الناس اللي ما بنعرفهم، هل نحن بنحب لهم الخير كمان؟ هل بنتمنى لهم الحاجه السمحه زي ما بنتمناها لروحنا؟ ولا لا، بنحب دائما ان احنا نكون الافضل، نكون دائما في المقدمه. هو صح مفضل ما بيتمنى انه يكون هو احسن حاجه، لكن بنفس الوتيره مفروض زي ما انت بتحب تكون احسن حاجه تحب كمان لغيرك الحاجه الكويسه. لكن للاسف في ناس بيشوفوا انه نجاحهم من فشل غيرهم، في ناس دائما بيزعوا انهم هم يتقدموا ويرجعوا غيرهم لورا، مع انه يا جماعه نجاح غيرك ما بيأخرك انت، ما بشي من نجاحك انت حاجه، بالعكس لما انت تساعد زول تاني، لما واحد يطلب منك مساعده انت اوريدي بتقدر عليها وتساعده، الحاجه دي بتفيدك انت، بتديك انت طاقه، بتشحنك انت بطاقه ايجابيه عاليه جدا. على فكره لما يجيك شخص يطلب مساعدتك وانت تساعده، او تكون ان شاء الله لو سبب بسيط وصغير في نجاحه، الحاجه دي العائد الاثر النفسي الراجع لك انت اكبر من الاثر النفسي الراجع للشخص اللي انت ساعدته. لو قلت لي كيف؟ طيب انت لما يجيك شخص وساعدته، انت هنا تلقائيا حتتشحن بطاقه عاليه جدا، طاقه ايجابيه رهيبه، الطاقه الايجابيه دي من شدة ما هي حتكون عاليه حتتفرغ في الناس اللي حواليك، فكل الناس اللي حواليك حيحسوا بان انت انسان بوزيتيف، حيحبوا وجودك وحيحبوا القعده معاك، حيجوك في اي حاجه دارينها، حيجوك يطلبوا شورتك، يطلبوا نصيحتك، يطلبوا وجودك، فانت هنا حتحس بان انت شخص مفيد، الناس قادره تستفيد منك، قادره تستفيد من وجودك، معناته انت زول عندك اثر، عندك اثر في الناس اللي حواليك، عندك اثر في المجتمع بصوره عامه اللي انت موجود فيه. طالما حسيت بانه انت عندك اثر في المجتمع اللي انت موجود فيه، حيزيد تقييمك وحبك وتقديرك لنفسك، بالتالي حتزيد ثقتك في نفسك، فانت كده حتقدر تعمل خطوات اكثر، تكون انسان ناجح، تكون شخص متزن في حياتك، حتتطور بصوره اكبر. ليه؟ لانه انت حاسس ان انت مفيد، قادر تفيد كل الناس اللي حواليك. فعشان كده لما تحب الخير للناس اللي حواليك وتساعدهم، الحاجه دي ما حتنقص منك، بالعكس حتضيف لك، حتضيف لك في كل النواحي، حتضيف لك من الناحيه النفسيه، حتضيف لك من ناحيتك الاجتماعيه وعلاقاتك مع الناس، حتضيف لك من ناحيه نجاحك وتطورك، لانه انت كل ما افدت الناس كل ما ربنا يفتح عليك زياده وبيزيدك علم، لانه العلم اللي انت عندك لما تفرغه في الناس اللي حواليك حيزيد زياده، احسن ما انت تكون عندك معلومات وعندك طاقات انت كابته، لأن الكبت بيولد الخمول، سواء كان خمول فكري سواء كان خمول في نجاحك في إنجازك. فعشان كده دائما الواحد كل ما ساعد الناس اللي حواليه كل ما كان هو حس بإنجاز، كل ما هو كان جميل. ففي مقولة بيقول لك خيرا تعمل شرا تلقى، أنا شايفة إنه الكلام ده غلط، لأنه خيرا تعمل حبا تلقى، سعادة تلقى، راحة تلقى، نجاح تلقى، أكيد حتلقى كل الحاجات الحلوة. إحنا الفترة دي شايفين في الفترة الأخيرة في المجتمع منتشر فكرة إنه يعني مثلا في المؤسسات، في الشغل، في معاملاتنا الاجتماعية العادية، الناس كلها بتترصد لبعض الأخطاء، كل واحد بيحاول دائما إنه هو ينجز على حساب الطرف الثاني، كل واحد بيحاول انه يتسلق سلم النجاح على 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 ظهر الزول الثاني، على ظهر زميله، دائما بيشوف انه لا انا عشان انجح لازم فلان داك يرجع لورا، انا لازم فلان داك اخليه في الحاجه دي انه لا يفشل، لازم اخلي منظره قدام المدير، قدام الزملاء، قدام الناس منظره ما حلو، ليه؟ عشان انا اخذ مكانه. في حين انه فلان ده طيب، شوف هو ناجح ليه؟ شوف هو وصل للمكانه دي كيف؟ حاول يستفيد منه، حاول يتعلم منه، حاول انك انت تشوف الطرق اللي هو عمل شنو عشان وصل للحاجه دي، وانت بكده توصل للنجاح ده. فلما انت تتعامل مع الناس بصوره كويسه هم حيفيدوك وانت حتفيدهم، احسن مما انه انت تترصد لاخطائهم وتحاول انك تنجح على حساب فشلهم، انت كمان حتفشل، لانه عمره ما كان في زول حاول يفشل غيره وهو نجح، ما في كلام زي ده خالص. انت عشان تنجح لازم تساعد الناس اللي حواليك انهم ينجحوا، عشان انت تكبر لازم تساعد الناس اللي حواليك انهم يكبروا، لانه في الاخر احنا الحياه الاجتماعيه دي عباره عن تكاتف، كل ما الناس اتكاتفت مع بعض، كل ما الناس كلها ساعدت بعض الحياه بتمشي اسهل وبتمشي اجمل، وكل الناس بتقدر تقف مع بعض في الحلوه وفي المره، والحياه بتكون دائما اسهل وافضل لنا كلنا. في الختام في ابيات شعر جميله جدا عندها معنى وعندها قيمة عن حب الخير وحب الناس وصنع الجميل للناس، أنا حختم بها كلامي. بتقول صنع الجميل وفعل الخير إن أثر أبقى وأحمد أعمال الفتى أثرا،
بلشت أفهم معنى للحياة سوى عن الضعيف وإنقاذ الذي عثر، والناس ما لم يواسوا بعضهم فهم كالسائمات وإن سميتهم بشرا.